لأنها من رياضات الآباء والأجداد، تعتبر رياضة سباقات الهجن من أهم الرياضات في الدولة لارتباطها الوثيق بتاريخنا وتراثنا وأصالتنا، فجاء الدعم والاهتمام بها من جميع النواحي بما يضمن استمرارها للأجيال الحاضرة والمقبلة. هذا هو الشوط الأول، هذا هو قمة الأشواط، قمة الأشواط. هذه الانطلاقة الكبرى في سباقات الهجن، السباقات التي تتنافس فيها الهجن العربية الأصيلة. ومع مرور الأيام وتطور التكنولوجيا واكبت رياضات سباقات الهجن هذه التطورات، فكانت دولة قطر سباقة في اختراع الراكب الآلي الذي حل محل الراكب البشري، بعد أن وضعت قانوناً يمنع استعمال الأطفال في هذه السباقات. وكان للنادي العلمي القطري الدور الأبرز في هذا التطور، وحصل بامتياز على براءة هذا الاختراع. راشد علي محمد إبراهيم من نادي العلمي، أنا عضو مؤسس في النادي العلمي، وحالياً أشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي. النادي العلمي هو أحد المراكز اللي يتبع وزارة الشباب. تأسس النادي العلمي سنة 1987. إحنا في النادي عندنا الكثير من الابتكارات، تقريباً وصل عددها 250 ابتكار، يمكن من أهمها الركبي الآلي. إحنا نفتخر في النادي العلمي بهذا المشروع، لأنه فعلاً خدم الإنسانية وخدم دولة قطر وخدم فئة كبيرة، حتى أهل الهجن خدمهم هذا المشروع. سباقات الهجن لها أهمية في قطر، لأنها هي تعتبر من أقدم الرياضات اللي موجودة في قطر، وإحنا نسميها دائماً رياضة التراث. منظمات حقوق الإنسان كانت تنتقد استخدام الأطفال في سباقات الهجن، ويعني صارت مثل زوبعة كبيرة، مش في قطر، في العالم كله تنتقد الناس اللي كانوا يستخدمون الأطفال في سباقات الهجن. كان الراكب البشري يستخدمونه الناس في ركض الهجن وفي ركوب المسافات الطويلة اللي يستخدمونها في التراث الشعبي، بدل السيارات وبدل كانوا الراكب البشري يستخدم الهجن. كان الركاب البشري صعب علينا، وما إلا بالحاجز نعينه ويضر المطايا في الضلع. الركاب البشري شوي فيه خطورة على الركض وعلى ستارت، وعلى ممكن يوقع، ممكن يتعور، ممكن الركاب البشري فيه مخاطر واجد. كان الأول الركاب البشري كان يعني تعرض لوفيات أو إصابة أو كسر، بعدين ما راح يركب. السبب الأساسي هو أن المحافظة على الأطفال،
ان هناك طبعا كانوا الاطفال يتعرضون لخطر في اثناء السباقات، فكانت يعني دوله قطر حريصه جدا لهالموضوع والمحافظة على الأطفال. وطبعا منظمات حقوق الإنسان اللي كانت تطلب من قطر وقف استخدام الأطفال في سباقات الهجن. بما أني أنا في النادي العلمي وصاحب ابتكارات وصاحب، لأن أعيش في بيئة الابتكار، جاني رئيس مجلس إدارة النادي العلمي وقال لي والله لجنة سباقات الهجن بتوجيهات من سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء سابقا، وجههم أن يروحون، قال لهم روحوا للنادي العلمي شوفوا شباب النادي العلمي خلي يعطونا فكرة أو شوفوا إيش عندهم على أساس إنه يحلون المشكلة اللي موجودة في هذه. كان الشيخ فيصل بن فهد الثاني كان رئيس مجلس إدارة، فقلت له أنا الشيخ أنا من زمان كنت أفكر في فكرة رجل آلي نركبه بدل الطفل وممكن يقود المطية في السباقات وما في لها الفكرة. فقال لي ما عندك فكرة ثانية؟ قلت له أنا ممكن أسوي فكرة ثانية اللي هي ممكن حط ساعة كهربائية على المطية وتعطيها وتركض. فالمهم قال لي أنت بكرة اليوم الثاني وروح عند لجنة سباقات الهجن وتشوف الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني هناك وتشوفه وجلس وياه وتشوف وعطى أفكارك. طبعاً كانت توجيهات سرية جداً ما حد يعلن عنها ولا شيء على أساس إنه يعني مخاف إن حد يسرق الفكرة من دولة قطر. وجلسنا وعرضت عليهم النموذج اللي عندي وقالي وقلت لهم أنا عندي فكرتين، الفكرة هذه إن نسوي رجل آلي أو إن نسوي إيش نعطي سعق كهربائي. قالوا إذا أنت تقدر تفكر لنا وتقدرون تسوون في النادي العلمي رجل آلي يقدر يقود المطايا في سباقات الهجن فيكون يعني نفضل هذا الشيء. وخذنا معلومات من عندهم والحجم والشكل وإيش مطلوب منهم، مطلوب الضرب، مطلوب السحب الأخطام، مطلوب يسمونها طريقة يسمونها الخالي، يعني لف العصا في الهواء أساس إنه يخرع المطية ويخليها تجري. المهم احنا تقريبا جلسنا يمكن شهر وشويه وكنا نشتغل بس بسريه، كانت في غرفه مسكره ولا حد يخش علينا ولا شيء. كنا نستخدم الركاب البشري، والركاب البشري كانوا عباره عن اطفال صغار في السن لأن لخفة وزنهم. فصراحة يعني كنا نواجه مشاكل كبيرة بالنسبة للراكب البشري. أول حاجة في البداية هو إنسان، يعني لو طاح الطفل هذا انكسرت يده انكسرت رجله لا سمح الله توفى، أنت راح يأنبك ضميرك طول العمر لأن أنت سبب في وفاة الطفل هذا. فيعني القرار جاء أن ممنوع ركوب الأطفال عندنا في سباقات الهجن. فصراحة الفترة هذيك يعني أهل الهجن كلهم كانوا يعني منصدمين من القرار هذا ومش مأيدين للقرار هذا، إنه كيف بنركض وكيف بيكون في رسات وكيف بيكون في منافسات. فصراحة الهجن يعني ما عرفنا شو نسوي فيها، الهجن موجودة وأهل الهجن موجودين والعزم موجودة لكن ما فيه بديل للراكب البشري. جلسنا تقريبا يمكن 6 شهور او 5 شهور في حيره من امرنا، اللي عرض هجنه او ما يمتلك من الهجن للبيع، واللي عرض عزبته للبيع، واللي شل مطاياه ووداها للانتاج وما قام يجي هنا للشحانيه. جربنا اللهم ان سماعه الجهاز كنا نحطها على قارب المطيه بحيث انها تسمع صوتك وتزيد من سرعتها، بس ما في شيء يضربها. وبعدين الجماعه أبناء الميدان اخترعوا جابوا لهم مثلاً دبدوب على شكل مثلاً طفل، كانوا يثبتونه على ظهر المطية، يعني يربطونه على المطية ويكون كأنه طفل في هيئة مثلاً راكب بشري، وكانت تسمع الكلام وتخاف من الشخص هذا، هي تفكر أنه راكب بشري.
فبدينا في المرحلة هذه يعني تقريبا يمكن أقول لك 3-4 شهور وإحنا على الموضوع هذا ونفحم، بس ما كان في سباقات يعني. كان البروتوتايب الأولي هو مجرد محاولة، مجرد خلينا نقول جس النبض، هل إحنا ممكن نستخدم راكب آلي على الهجن ولا لا. فالحمد لله توصلنا لشكل معين، جبنا مثل صورة نفس الصورة وركبناها على الجسم معين، وخذنا هذا البروتوتايب الأولي وجربناه في أحد العزب اللي موجودة في منطقة الريس. بس واجهتنا بعض المشاكل لأن ما قدرنا نحصل على النتائج اللي كنا احنا نبغيها، لأن كان الضرب ضعيف وما كان يضرب في نفس المكان، ما في هناك الكثير من المشاكل اللي واجهتنا. بعد ما عرفنا ايش المشاكل اللي موجودة في البروتوتايب الأولي، بنينا البروتوتايب الثاني اللي هو طبعا بالتعاون مع القوات الجوية، لأن القوات الجوية عندهم مهندسين، عندهم إمكانيات يعني كانت أحسن من نادي العلمي. والحمد لله توفقنا وبنينا البروتوتايب الثاني وخذنا معلومات أكثر من اللي موجودة، وحاولنا نتجنب العيوب اللي موجودة في النموذج الأولي اللي هو كان حجمه كبير. صغرنا الحجم تقريبا، وصل عندنا الحجم إلى 12 كيلو، وكنا في البروتوتايب الأولي كان تقريبا 25 كيلو، كان عرضه كبير. خذنا النموذج هذا وجربنا على سباق حقيقي في الميدان، فالحمد لله لقينا نتائج فعلا طيبة. وكانوا المسؤولين في لجنة سباق الهجن، وكانوا مسؤولين في مكتب الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني، حضروا هذه التجربة وأشادوا فيها. يمكن ما توفقنا في شغلة تثبيت الروبوت على ظهر المطية، وبس الحمد لله يعني ركضت المطية تقريبا كيلوين وبعدها سقط عندنا الروبوت أو الركب الآلي على الأرض. وطبعا هناك كثير أول ما شافوا هذا يعني كانوا يعني مش عاجبهم الوضع، قالوا أنتوا كيف تركبون ركبي آلي أو رجل آلي على حيوان وكيف هذا. المهم حصلنا انتقادات كثيرة في ذاك الوقت يعني من المضمرين، وطبعا احنا أكيد نعذرهم لأنهم يعني من الصعب أن أتي تقنعهم بكل بساطة أنه والله ممكن هذا رجل آلي يقود المطية في سباقات الهجن. الهجن المضمرة سبق مشوار. الهجن المضمرة سبق مشوار طويل. يوم كان راكب البشري موجود كان هناك فيه يعني اختلاف كثير بين الماضي والحاضر، بين الراكب البشري والراكب الآلي. يعني في البداية كان الجماعة يعني متخوفين من ذا الشيء، أو إنه كيف يعني حديدة تركب على ظهر الذلول أو إنها يستخدمها بدل الراكب البشري، كيف راح تستقبل الأوامر، كيف تركض المطية بدون أخطام. يعني اختلاف كبير بين الراكب البشري والراكب الآلي. أول ما بدأ الأمر كان فيه وجهات نظر مختلفة، وكان الناس يقولون لا احنا عاوزين الراكب البشري. الناس كل واحد له هواية، يعني يبغي الولد هو اللي يكلم الجمل على أساس انه يدفع قدام. بالنسبة للجيل القديم كان ما كان متقبل الفكرة، كان إلكتروني، كان فيه نوعية الشحن، كان فيه نوعية الريموت. في الراكب الآلي في البداية كان وزنه كبير شوي وكبير على الناقة. طبعا
طبعا بعد ما جربنا التجربة الثانية ويا النموذج الثاني ويمكن أقنع المسؤولين، تم تحويل المشروع هذا من النادي العلمي إلى بنك التنمية. وبنك التنمية نزلوا مناقصة عالمية في هذا المجال، وتم الاتصال في شركات عالمية تشتغل في الروبوت. ويمكن الشركة خلينا نقول اللي تم ترسيتها عليها واللي هي كانت يعني متجاوبة ويانا اللي هي شركة كيتيم، الشركة السويسرية، وتم طبعا الاتفاق معاها وتم تشكيل فريق من هذه الشركة وبنك التنمية ولجنة سباقات الهجن والنادي العلمي لدراسة الموضوع كامل. هم طبعا طلعوا على التجارب اللي احنا سويناها وخذوا وعرفوا ايش، وقعدنا وياهم وقلنا لهم هاي تجاربنا اللي سويناها، اعطيناهم معلومات اللي عندنا. هم طبعا جو فريق، رحنا منطقة الريس على اساس يدرسون طبيعة هذا الحيوان، كان وياهم عالم حيوان يدرس طبيعة الحيوان، خذوا معلومات كاملة ايش يقدر، يعني عرفوا طبيعة هذا الشيء. وجابوا علماء في مجال الالكترونيكس والكهرباء، يعني كانت عدة تخصصات، واحنا كنا وياهم وشكلنا فريق كامل. وتم صنعوا البروتوتايب الثالث اللي هو طبعا تقريبا يمكن استغرق لمدة أكثر من سنة ونص، وهم يعني يجربون كذا جزء منه ويجربون، حتى أنه جابوا معاهم أجهزة تقيس مدى قوة ضرب الطفل، فجابوا طفل وخلوه في جهاز وشافوا قوة الضربة اللي ممكن يعني يضربها الطفل أو قوة الضربة، فقاسوها وعرفوا قوتها وراحوا وركبوا موتورات خاصة تعطي نفس القوة اللي تقريبا أو أكثر حتى من اللي يعطيها الطفل، على أساس أن نتجنب هذا العيب اللي إحنا كنا صادفناه في البروتوتايب الأولي أو النموذج الأولي أو النموذج الثاني. بعدها جهزوا تقريبا نموذج ثالث، وتم تجربة هنا بحضور الكثير من المسؤولين في الدولة، وحتى في مسؤولين من دول الخليج كانوا حاضرين هذه التجربة، كان سمو الشيخ عبد الله بن خليفة، المسؤولين عن الهجن حضروا هذه التجربة. شعار العنابي ويستعد للانطلاقة، مواصفاته مواصفات جوكي الفروسية، هنا أيضا فروسية على رياضة الهجن والانطلاقة. بسم الله مع هذا الآلي، بسم الله نبدأ مع هذا الراكب الآلي. يا سلام، الله 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 الله، الذلول على ظهرها راكب آلي، تخيل أو لا تتخيل، باللاسلكي يتجه. وكانت فعلا تجربة ناجحة، وتم إعلان عن هذه التجربة في وكالة الأنباء العالمية والمحلية، وكان خلينا نقول حدث فعلا عالمي، إن لأول مرة في العالم دولة قطر تقوم بتجربة رجل آلي يقود الهجن في السباقات. وتجربة ناجحة 100% على ظهر هذا الدلول من خلال تواجد الراكب الآلي. الله
المواسم القادمة إن شاء الله بنشوف الشوط كامل على الأهلي. عموما نجاح ونسبته 100% على ظهر هذه الذلول لهذا المصنع السويسري لشركة عالمية سويسرية كبيرة. كل النجاح يتحقق هنا. تهانينا على هذا النجاح للشركة المصنعة. بعد ما شفنا التجربة ذي طلبنا منهم يصنعون لنا عدد بسيط على أساس نجرب هالعدد في خلينا نقول سباق تجريبي. بعد ما صنعون لنا 8 جربنا في سباق حقيقي وكانت خصصنا جائزة ودربنا طبعا الناس لأن الريموت كبير ويحتاج بعض المعلومات على أساس أن الواحد كيف يستخدمه. فجربنا تقريبا 10 أجهزة جربناها في سباق والحمد لله لقت نجاح ممتاز في هالسباقات. بعدين طلبنا منهم أن نجرب 20 جهاز وصنعوا لنا 20 لأن تقريبا في ذاك الوقت كانوا في كل شوط يشاركون 20 مطية في كل شوط وجربناهم في سباقات. بس واجهتنا بعض المشاكل في تجريب العشرين لأن يعني كانت صعبة إنك تتحكم فيها. يعني كان التداخل في الإشارات، كان التداخل فيما بينهم. بس يمكن هذه التجربة اللي جربناها ويا هالشركة عطتنا نبهتنا لشيء مهم جدا اكتشفناه من هذه التجربة، إن بعض خلينا نقول المضمرين ما كانوا يضربون وكانوا يستخدمون إلا كان ضربة خفيفة وكان يستخدمون نوع واحد من الضرب اللي كان يضرب في خلف المطية. كان يضرب في خلف المطية وكان تجر المطية وسرعة فائقة. فقلنا إحنا ليش إحنا نستخدم كل هالأشياء؟ ليش إن نستخدم ركبي آلي؟ ممكن إحنا نحتاج ضربة تضرب المطية ضربة واحدة في الخلف وتجري هالمطية. فرحنا كلمنا الشركة قلنا لهم احنا ما نبغي هذا الروبوت لان حجمه كبير وفي كل الاشياء اللي ذكرناها قبل. قالوا خلاص اوكي ما عندنا مشكلة، خلنا نسوي لكم احنا جهاز وجربوا. وسووا لنا جهاز صغير يضرب بس في الخلف وجربنا في سباق والحمد لله يعني لاقى نجاح كبير. وبعدين لاحظنا ان بعض الناس او الشباب اللي موجودين في سباقات الهجن في اثناء التدريب اللي جاب له مثل سياره وركب لها مثل موتور سياره صغير هذا اللي يشتغل على البطاريه وركب له مثل الصوت وكان يجرب ويضرب على اساس انه ممكن هذا الشيء يصير. ولقى نجاح انه خلاص اوكي ما في داعي، ممكن اقل شيء اقل ضربه بشغله بسيطه بروبوت بسيط جدا مش معقد. كنا جبنا موتور بسيط ويا فريم بسيط ركبنا له الصوت هذا الموتور وكنا نستخدم الجهاز الووكي توكي نفس اللي كانوا يستخدمونه ويا الراكب البشري. احنا طورناه هذا الجهاز الووكي توكي انه كان يحول الصوت الى 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 كهرباء والكهرباء كان يشغل لنا الموتور اللي موجود على الفريم مال الركب الآلي. يعني وصلنا الركب الآلي من خلينا نقول 25 كيلو الى 3 كيلو والناس فعلا يعني ارتاحت لهذا. يعني كانوا قبل رافضينه. كان الركاب الآلي ومتوفر ما في ضلاع وخفيف على الناقة والتيم تغير حتى التيم في الركض تغير واجد عن الركاب البشري.
الركب الآلي شوي شوي جاء الحجم الصغير واستقبلوه الناس شوي، عقب بعد رجعوا للرياضة والحمد لله من أفضل إلى أفضل. الركب الآلي صار فزعة للهجن وفزعة لأهل الهجن. أولاً هو يدي أكثر مما يدي واجب الركاب البشري، ثانياً خفيف وزن، ثالثاً ما يجيك أزمة، ما يجيك زحمة عشان تدور لك ركاب، ركابك معك في سيارتك وقت ما تبغي الدرهم مطيتك تركب ركابك والدرهم. الإنجازات اللي حقق هذا الركب الآلي بالنسبة لي أنا، يمكن أهمها عندي أنا اللي هو دخوله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في سنة 2008، وهذا كان أهم شيء. عندنا استحسان منظمات حقوق الإنسان وشكر قطر على إيجاد حل للمشكلة اللي كانت موجودة، هاي يمكن إنجاز يعتبر لدولة قطر. على فكرة يعني هو موجود تقريبا معروض في منظمة حقوق الإنسان في هذا تقريبا ركبي آلي معروض هناك باسم دولة قطر. يمكن هناك الإنجاز اللي كثير من وسائل الإعلام جت تصور عندنا وفزنا بالعديد من الجوائز منها الميداليات الذهبية. يعني على سبيل المثال فزنا كان في معرض الدول المستعاون، فزنا في المركز الأول، وفزنا في على مستوى العالم كان في معرض في جنيف فزنا فيه بالميدالية الذهبية، وكان على مستوى الإقليمي كان في معرض للشرق الأوسط اللي عقد في الكويت فزنا فيه بالميدالية الذهبية. مشوار طويل ما زال.